مكتبة تضم الكثير من دواوين الشاعر بطبعات مختلفة، وما كتب عن الشاعر من كتب ومؤلفات وأطاريح ورسائل جامعية. وإن شاء الله هناك سيكون بالمرحلة المقبلة تنسيق مع القنوات الدبلوماسية لاستقطاب الوفود الرسمية ووفود التي تزور العراق، الوفود الأجنبية لزيارة هذا المرفق ليطلعوا على الإبداع العراقي. هذا الدار يعني بالنسبة إحنا للعائلة، أفراد العائلة إن بيها يعني خلينا نقول منظور آخر. هذا الدار عشنا بيه ذكريات حميمية كثيرة، وعشنا إن بيها ذكريات مع الجد العزيز ومع بقية أفراد العائلة. فبالنسبة إنه بقدر ما يفرحنا إنه هو يتحول إلى متحف، بس هو يبقى فد يعني مصدر إلهام لذاكرة جميلة عشنا بيها لحظات حلوة، فرح ومحبة ووئام. بدأ مشروع بيت الجواهري في سنة 2011، استملكت أمانة بغداد من ورثته وباشرت الترميمة تقريبا من 2017 أو شيء، وإلى أن اكتمل ترميمة هسه، افتتح قبل أيام من قبل سيادة رئيس مجلس الوزراء. البيت يضم مقتنيات الشاعر الشخصية ومكتبة لدواوينه وما كتب عنه يعني، وكل الكتب اللي تخص سيرته، وقاعة للعرض الفيديوي، إضافة إلى قاعة لكل صور على مرور حياته يعني.